علماء فلك بيرصدون تباطؤ غريب في ظاهرة غريبة من نوعها في دوران الأرض. أتمنى لو أول مرة بتشاهدوا قناتي ما تنسوش تفعيل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، وأتمنى لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش باللايك. علماء الفلك رصدوا ظاهرة غريبة جدا ومخيفة في تباطؤ غريب وملحوظ في دوران الأرض. وطبعا احنا عارفين ان الأرض لما هتبطئ في الدوران هتيجي تنعكس تلف بدوران عكسي وعكس اتجاهها، وفي اللحظة دي احنا هنشعر بظهور الشمس من مغربها كما هنراها. بيبقى في اللحظة دي ظهور الشمس من مغربها، وطبعا اللي هيقولوا العلماء ان دي ظاهرة فلكية وظاهرة للأرض، ولكن احنا في الإسلام هي هتكون العلامة الكبرى للقيامة وبداية ظهور العلامات الكبرى وبداية نهاية الزمان. أفاد الباحثون في المجال الفلك بأن دوران الأرض أخذ في التباطؤ رغم تسارعه في العام الماضي. يعني في العام الماضي كان بيتسارع جدا، ودلوقتي بدأ على العكس في التباطؤ جدا، عكس بعض دون معرفة لأي سبب لذلك. بيختلف دوران كوكب الأرض قليلا باستمرار اعتماد على حركة نواتها والمحيطات والغلاف الجوي، وده وفق ما ذكره تقرير لموقع لايف ساينس المتخصص بالأخبار العالمية. وإحنا بحاجة طبعا لمعرفة كل هذه الأمور، لأن طبعا إحنا كمسلمين بننتظر في نهاية الزمان حدث مخيف جدا وهو ظهور الشمس من مغربها. إحنا بحاجة كمان لثانية كبيسة سلبية في العقد القادم، وإلا هتكون الساعات غير متزامنة أبدا. وعندما لا تتم مزامنة التوقيت العالمي المنسق أو اليو تي سي، هو الأسلوب الأول أو الرسم لعرض التوقيت على مستوى العالم بما يزيد عن 4 من 0 ثانية، بتتطلب ساعتنا تعديل على شكل ثانية كبيسة. وكانت آخر مرة كانت فيها هناك حاجة لتعديل كان في ليلة رأس في السنة 2016، ليلة رأس السنة يوم 2016، حيث تمت إضافة ثانية من 23 ساعة و50 دقيقة و50 ثانية. وبحسب المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا، أضاف العلماء ثانية كبيسة كل 18 شهر في المتوسط تقريبا منذ عام 1972. وبيخشى العلماء من أن الأرض يمكن أن تصبح في يوم غير مستقر. القمر هنا هيبتعد أكثر عن كوكبنا. وأشارت مجلة الأرض الكواكب والفضاء إلى أن هذه الظاهرة يمكن أن تحدث فوضى في كل جانب من جوانب حياتنا، وتحدث فوضى عارمة في كوكب الأرض، حيث يؤثر دوران الجاذبية للأرض والقمر على البحر والشمس كمان والثدييات والحياة النباتية، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ستار البريطانية من بريطانيا. وطبعا هي ظاهرة بالنسبة لنا احنا مخيفة جدا وغير مرغوب فيها ابدا، لان حسب طبعا الكلام ده ظهر في القناة العربية والجزيرة منذ عامين ان الارض بتغير طريقة دورانها وطريقة جاذبيتها وبيتم تغييرها. والمذيعة في لحظة خرجت وقالت إن ده عندنا في الإسلام هيكون خروج الشمس من مغربها. هما كدول أوروبية ما عندهمش المعلومة دي أو بيعرفوها عن طريق الإسلام، ولكن هما بيفتكروا إن ده هيكون تغيير في المجال المغناطيسي أو مجال الجاذبية للأرض، وإن ده هيكون حاجة فلكية وظاهرة، يعني هيسموها بالفلكية،
ولكن احنا بالنسبة لنا كعرب ومسلمين دي ظاهرة هتكون مخيفة جدا. وطبعا زي نبينا الحبيب ما قالنا عليها ان هي ظهور الشمس من مغربها، وفي اللحظة دي طبعا هيتقفل باب الرحمة في السماء وباب استجابة الدعاء وباب التوبة، وهتتقفل الأبواب اللي احنا في حاجة ليها، لأن احنا طبعا في أي محنة ما بنعملش إلا إن احنا بندعو الله، مش هيكون في كده. أي غلط بنعمله بنستغفر الله، مش هيكون برضو في كده. باب التوبة والغفران والرحمة سيغلق في ظهور الشمس من مغربها. امتى بالظبط هتكون الموضوع ده، او امتى بالظبط هتكون العلامة دي؟ يعلمها طبعا ربنا وحده، ولكن احنا عارفين ومتأكدين، حتى مش احنا كديانة اسلامية فقط، اليهودية والمسيحية وكل الديانات عارفة ان احنا في اواخر الزمان، وان احنا دي الفترة الاخيرة في الزمان. وهما طبعا بيقولوا ان دي هتأثر على النباتات، مش هيبقى فيه ساعتها نباتات. طبعا احنا عارفين ان ساعة المسيح الدجال ما يظهر هتكون الارض بطلت تزرع لمدة 3 سنين او 3 اعوام، وهيكون في 3 اعوام على الارض ما فيهمش زرع، اللي هما يحصل فيهم المجاعة الكبرى اللي هيجي بعدها الدجال او المسيح الدجال معاه الأكل والأموال اللي هيغري بيها الناس، علشان استغفر الله طبعا تعبده بيها، ويقول انه هو طبعا لا إله إلا الله، هي يعني هيمثل على الناس الألوهية. فطبعا هتكون في 3 أعوام قبله لا يخرج من الأرض زرع أو نبات، فهي دي برضو هتكون بالسبب ده، بسبب اللي هو تغيير المجال المغناطيسي وتغيير حركة الأرض. وطبعا هم بيقولوا كانوا ان هو برضه يحصل تغيير كبير في الشمس، وان احنا هنتباعد عنها، اللي هي الظاهرة اللي احنا بنقول عليها اللي هي ظهور الشمس من مغربها، اللي علم بيها سيدنا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام من قديم الأزل. وكما قال النبي: جئت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. وطبعا من ساعة الرسول عليه الصلاة والسلام ما خرج وظهر، وهي دي كانت لوحدها علامة من علامات الساعة ومن علامات أواخر الزمان، ومن علامات طبعا إن الوحي هينقطع على الأرض. وكانت دي تعتبر نقطة مهمة جدا في اللحظة دي، كان الرسول آخر نبي، كان هو علامة من علامات القيامة، كان انقطاع للوحي عن الأرض، بأن النبي عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء والمرسلين ولن ينزل مرة أخرى الوحي. وطبعا كان في علامة تانية كانت مهمة، انشقاق القمر، وإحنا طبعا غافلين عن كل ده. ولكن احنا في طبعا احنا بينا وبين نفسنا وبيننا وبين كل العالم عارفين ان احنا في نهاية الزمان. شكرا جدا للاستماع، واتمنى تكون معلومات مهمة ومفيدة.